تحياني باليا الجماهير الشعبيه، تحياني باليا الطبقه العامله في ذكراها الامميه، تحيه المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي، شهداء الطبقه العامله وعلى راسهم شهيده الجامعه الوطنيه للتعليم سعيده المنبه. تحيه نضاليه كذلك لكل القابعين في سجون الذل والعار والذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل غد افضل لهذا الشعب. تحيه نضاليه كذلك لكل حركات احتجاجيه عبر ربوع هذا الوطن. نخلد الجامعه الوطنيه للتعليم ذكرى فاتح مال في ظل اجواء اقل ما يمكن القول عنها وانها تتسم بهجوم شرس من قبل نظام العماله ضد الجماهير الشعبيه وفي مقدمتهم كذلك ضد الجماهير الاستاذيه. في ظل تراجعات خطيره جدا وفي ظل اتسام الوضع بنوع من الاحتقان والارتهان لمراكز الدوائر الماليه عبر العالم بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كقنوات او كادوات للسلب والنهب. وفي ذلك كذلك عدم الافلات من العقاب خاصه فيما يخص نهب المال العام وتفديد العديد من الصنادق في مقدمتها صندوق المغربي للتقاعد. في ظل هذه الاجواء طبعا الجماهير الاستاذيه او الجماهير الشعبيه في مقدمتهم نساء ورجال التعليم لم يقفوا مكتوفي الايدي بل عمدوا الى تفجير مجموعه من المعارك. وبالمناسبه نحيي المعركه البطوليه التي خاضها ولا زال يخوضها الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانه رقم 9 وضحايا النظامين وكل الفئات المناضله التي ابت الا ان تدافع عن حقها اولا وحق الجماهير الشعبيه في استمرارية المرفق العمومي مجاني موحدا وعلمي لكافه ابناء الشعب المغربي. كذلك لا يفوتنا في هذه المناسبه الا ان نحيي أبو التنسيقية الذي أطلق عليه أبو التنسيقية سي عبد السلام الحجبري الذي لا زال يرقد في الإنعاش. ومن هذا المنطلق ومن هذا الباب نحن ندين كل هذه الأساليب الهمجية التي تعاطى بها النظام مع نضالات مشروعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من خلال ثلاث محطات همجية، محطات 20 فبراير، محطات 23 مارس، ومحطات 24 أبريل التي تعيد للأذهان الطبيعة الدموية لهذا النظام الذي لم يقدم وليس مستعدا لتقديم أي إجابات وأي استجابة لأبناء الجماهير الشعبية وعلى رأسهم قلت نساء ورجال التعليم. كذلك لا يفوتنا إلا أن نحيي الجماهير الشعبية في كل ربوع الوطن من خلال حركات شعبية في الريف وجرادة وطات الحاج زاكورة والزازات وفي كل ربوع هذا المغرب الجريح. نخلد هذه الفكرة كذلك في ظل توقيع ما يسمى باتفاق المهزلة، اتفاق الذل والعار الذي وقعت عليه الحكومة العميلة بمعية بعض النقابات و أرباب المقاولات. اتفاقية أقل ما يمكن القول عنها كما قلنا وهي اتفاقية الضل والعار التي نرفضها في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وكل النقابيين الشرفاء الأحرار من المفروض أن يرفضوا مثل هذا العرض الهزيل الذي لا يرقى لتطلعات الشغيلة التعليمية ولا يرقى لتطلعات الجماهير الشعبية في نهاية المطاف. وللتذكير فالعرض الذي تقدمت به هذه الحكومة سنة 2016 للأسف الشديد أفضل بكثير من العرض الذي قابلت به بعض الجهات حاليا وتتبجح بأنه يرتقي للانتظارات وتطلعات الشغيلة. إنه اتفاق للذل والعار وسيرهن
الشغيلة لمدة 3 سنوات بعد 7 سنوات عجاب كما قلنا منذ اتفاقية 26 أبريل التي لا زالت أهم بنودها معلقة ولم يتم إنزالها، وخاصة نقطتي الإطار الجديد أو الدرجة الجديدة في السلم وكذلك التعويض على العالم القروي. من هذا المنبر كذلك نطالب تشغيلة إعلامية بأن تعمد الوزارة الوصية في شخص أمزازي إلى استجابة للملف المطلبي الكامل المتكامل للفئات التعليمية بكل فئاتها، وعلى رأس هذه المطالب الإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. هذا مطلب رئيسي، بعده نرتب المطالب تباعا، وأهم هذه المطالب اعتبار التعليم مهنة شاقة، وبالتالي تستلزم ما تستلزمه من تعويضات اسوة بالمهن الأخرى الشاقة. كذلك نطالب بالترقية الفورية وبأثر رجعي للقابعين في زنزانة الظلم سلم 9، لم يعد مقبولا في ظل هذه الأجواء أن نتحدث عن سلالين من سلم 9 الذي أصبح من الملفات التي تشكل عبئا وتشكل مهزلة في قطاع التعليم. كذلك نطالب بالاستجابة الفورية لضحايا النظامين 85 و2003 بشكل فوري وبأثر رجعي كذلك، والرفع من نسبة الترقي والاستجابة كذلك لحملات الشواهد والترقية الفورية لكل حملات الشواهد بقطاع التعليم. كذلك نطالب بالزيادة في الأجور في قطاع التعليم بشكل يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم. أما بين قوسين البقشيش فنحن لسنا متسولون، رجال ونساء التعليم ليسوا متسولين على عتبات باب أحدهم، نحن أبناء هذا الوطن وخدام هذا الوطن، ومن المفروض أن نقتسم ثروة هذا الوطن، ولسنا متسولين حتى يتم الحديث عن زيادات من قبيل 200 درهم أو 100 درهم أو 300 درهم أو 400 درهم على دفعات، مع العلم أن الزيادات الصاروخية في الأسعار منذ 2011 إلى حدود الآن وباعتراف الدولة نفسها بأنها قد زادت بنسبة 13%، ونساء ورجال التعليم وكافة الموظفين تم خفض أجورهم بنسبة 4% في إطار ما سمي بإصلاح التخريب لصندوق التقاعد المغربي. إذن أضيف 4% إلى 13% بمعنى هناك 17%. في الوقت الذي يتعددون عن زيادات ويتبجحون بها ويسخرون الأبواب التلفاز الرسمية وغيرها من الوسائل الإعلامية التي تسعى إلى النيل من كرامة نساء ورجال التعليم، وبالمناسبة نطالب بالكف عن تشويه سمعة رجل وامرأة التعليم، لأنهم إذا أردنا أن نبني وطنا متقدما ديمقراطيا فالأساس هو قطاع التعليم، وأساس قطاع التعليم هو امرأة ورجل التعليم، فلا كرامة بدون كرامة نساء ورجال التعليم، ولا غني لهذا البلد بدون الرفع من الميزانية العامة للتعليم ودعم شغيلته ماديا ومعنويا